أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اشتهر أحد الرقاة بالقراءة على الزيت حيث يتزاحم الناس عليه ويأتون من مناطق بعيدة للبحث عن الزيت فقط، حتى إن بعضهم يحرص على إرسال هذا الزيت إلى خارج هذه البلاد، فما توجيهكم حفظكم الله للرقاة أولا وللمرضى ثانيا؟ الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، ويكون هناك رقاة شرعيون من أهل العقيدة الصحيحة ومن أهل العلم، يكون هناك رقية. نحن لا ننكر الرقية ولا ننكر أن يكون هناك رقاة، والرقية تكون في الماء، تكون في الزيت، تكون فيما يشرب أو ما يؤكل، تكون الرقية في هذه الأمور، وتكون مباشرة على المصاب، وهذه أحسن، تكون الرقية مباشرة على المصاب وعلى المريض. هذا كلهم معترف به، لكن الشأن في الراقي هذا من هو وما هي عقيدته وماذا يعمل؟ هل هو يقتصر على الآيات والأدعية الشرعية، أو يأتي بخرافات ويأتي بشرك ويأتي بطلاسم وينادي الشياطين والجن؟ ينبغي أنه يتوقف في أمر الرقي. ما كل راقي ولو تجمع الناس وتجمهروا عليه ما يقتر به حتى تعرف طريقته ويعرف منهجه في الرقية. نعم.